مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا على قناتكم قناة الحقيقة الفضائية. لحظة كانت واجدوا بمنطقة من مناطق مدينة مراكش القروية كيف ما كتشاهدوا معنا الصور الجميلة. جينا خصيصا باش نقدموا لكم حالة السيد الحسن شافور. الحسن شافور اللي كان كيعاني من مجموعة من الأمراض، على رأسها أيضا أمراض فيما يخص الجهاز الهضمي، الأعصاب، حالة نفسية متوترة، قلق، عدم القدرة على النوم، ومجموعة من الأعراض الأخرى. والحمد لله يعني بعد ما اكتشف مركز الدكتور الهاشمي للأعشاب الطبيعية وواظب على استعمال الجرعات تحسنت الحالة ديالو إلى الأفضل، وجينا اليوم باش نقدموا لكم الحالة ديالو، فتابعوا معنا هذه الحلقة. السلام عليكم، أنا هو الحسن الشيفور، عندي 5 د الوليدات، 3 الذكور وجوج بنات، وساكن في سميتو في دوار الدهرة، منطقة مراكش شيشاوة، إقليم شيشاوة، وخديت هاد الدواء عند السي الدكتور الهاشمي، كنت نحس بالمرض مريض شوية، تنعس كاع ما تنشوف الناس، ولكن دابا الحمد لله ملي خديت هاد الدواء وريت بعدا شوية بخير، وليت تنعس وليت تناكل وليت بعدا تشافيت شوية، ما بقيتش كيما كنت في الأول، فاش خديت هاد الدواء عند الدكتور الهاشمي، تنحس سميتو بالدوخة والراس وسميتو تنتقيا وما تنعس كاع بالليل، تنبات فايق، تنتخلع بالليل وتشدني الوجع، مرة الدوخة مرة كل مرة تيشدني، مرة تنحس باليدين كاع ما بقيت نحركهم، وهاد الجهة تا هي، وتنحس بالكرش ديالي تضرني، والنعاس ما تنعس كاع ما تنشوفش النعاس، ولكن دابا الحمد لله ملي خديت هاد الدواء وليت بخير وعلى خير، استعملت دابا شي شهرين هادي باش خديتو، ما مشيتش عند الطبيب، مشيت عند الطبيب، ودابا الحمد لله حسيت بخير، تناكل وتنعس وما بقاش تعجبني داك الشيء اللي بحال الاول، الكتاف تنحس الكتاف تيحرقني هنا الكتاف، وبيدين تنحس بيدين ما تنقدرش نهز يديا بحال هكا، ودابا الحمد لله وليت بخير، والركابية كنت يضروني الركابية تا هما تنحس بالمفاصل، تنمشي بهم ولكن تنحس بهم تيضروني تيعطيني الحريق. هاد المفاصيل هنا ديال اليمين واليسر والكتاف، الكتاف تا هما تنحس بهم تيضروني، ولكن دابا الحمد لله وليت بخير شويه بعدا، وليت ما بقيتش تنعس، مابقيتش تنشوف الناس، فهاد الشيء في رمضان فاش بدا لي هاد المرض، في رمضان تنحس بهاد الشيء هادي، نعس ما تنعس وما تناكلش، هاد رمضان اللي فات، وما تنعس وما تناكلش، كل واحد تيقول لك سير عند الطبيب، تنقول لك تا واحد السيد قال لي اودي كون مشيت عند الدكتور الهاشمي، واحد النهار تنتفرج في القناة ديالو في التلفازة، وخديت النمرة من تما عيطت لهم في مراكش، قال لي راه كاين المحل عنده في مراكش، تما مشيت عندهم خديت الدواء، وليت بعدا بخير ملي خديت هذاك الدواء، كاين التغير بزاف، حسيت وليت تنعس، وليت تناكل، وليت حسيت براسي بعدا بخير، مبقيتش بحال الأول، غادي تنتحسن، شي بحال الأول. الاول ما تناكل مع الشهيه ما تتفح ليا ما تناكلش كاع في الاول، دابا الحمد لله ملي خديتها غادي تتحسن غادي المرض تا وليت بعدا بخير، فهاد الشيء في رمضان نيت، في رمضان حسيت بالمعده، المعده حسيت بها شحال هادي ماشي اول مره، المعده تضرني شحال هادي تنحس بها، ولكن متى حسيت بها بزاف في رمضان، رمضان جاني هاد المرض، النعاس ما بقيت النعاس ما بقيت نشوف النعاس، من تما وليت بعدا استعملت هاد الدواء وليت بخير بعدا وليت تنحس بهذا، خديتها من التلفازة من القناة الحقيقة ديال الدكتور الهاشمي، من تما خديت سميتو نمرة التليفون وعيطت لهاديك النمرة وقال لي راه كاين المحل في مراكش، كاين المحل في مراكش في طريق قاسفي، طريق قاسفي فين كاين المحل، مشيت عندهم إقامات الحمراء، تما فين خديت الدواء خلصتو خديت الدواء قال لي راه غادي يجيك الدواء، لقيت واحد سميتو تعيطو ليا قال لي هو الدواء جا، وجيت خديتو من سميتو من تما خديتو من الدواء من المركز، كل شيء بخير دابا وليت تنتمشى وليت تناكل وليت تنعس مابقاش بحال الاول، هادو الفرق بزاف، قال لك ملي شرفتي هاد الدواء وليت قال لك تحسن دي ماشي بحال الاول، راه هما حسوا بالمرض ديالي مابقيتش تنعس الناس ما تنشوف، والتغيير بزاف ديال ماشي بحال الاول فاش كنت الاول. الحمد لله تنشكروا التقني اللي جاوا لعندنا وتنشكروا القناة ديال الدكتور الهاشمي اللي جاوا لعندنا وضربوا الطريق تاع
هنا تال اسمي تال الترب تال الدوار تال الدهرة وكاينة لبيست وتكرفيت وتكرفست والله يجازيكم بخير. تنشكرو هاد القناة اللي جاتنا هنا تال الدوار عندنا تنشكروها يجازيكم بخير وتنشكرو ديال الدكتور الهاشمي. الامراض بحالي يمشيو لاسميتو يتصلوا ب ديال الدكتور الهاشمي مع داكشي ديال السبيطار وداكشي ديال التشعوذه وداكشي سير من هنا دير من هنا راه ما كاين من والو راه استعملت داكشي انا ما حتى حاجه ما كاينه. تمشي عند واحد دا يقول لك دير هاد الحجاب دير هنا دير علق هنا ما كاين حتى حاجه استعملت داكشي تاعي كلاوني ما كلاو لي رزقي ما والو. تمشي عنده تا يقول لك دير الحجاب دير هادي دير الماء دير هنا استعملت داكشي ما من والو. الحمد لله تستعملت هذا الشيء ديال الدكتور الهاشمي وليت بخير الحمد لله وليت تنعس وليت تناكل وليت بخير وعلى الحمد لله تنشكر على القناه اللي جات لنا. ناس السرور نزرع بساتين وزهور ننشر امل والمجتمع فينا فخور احلى شعور.